Bonjour tout le monde, c'est Amel de Meknes. C'est la première fois que je fais un vlog. Alors, s'il y avait du stress dans la vidéo, mettez-le chez Lia. En plus de ça, je suis très malade. Et en fait, nous sommes ici au Maroc avec notre partenaire. Radi s'achouf m'lbed, la vidéo, inshallah. Radi m'chiou, d'abord, on est en train de faire Meknes le Khnefra. Et inchallah غادي نمشيو نشوفو دي كليون pour des machines CNC. هاد لي ماشين CNC كنسمعوهم بزاف هاد الوقت ديالنا, بزاف ديال الناس تيخدمو بلي ماشين CNC. مي شنو هما لي ماشين CNC؟ لي ماشين CNC تيعاونوك باش كتقلل من الوقت ديال الخدمه ديالك مع واحد الاحترافيه. وهاد القضيه هادي كنقدروا نلقاو بزاف ديال الماشين هنايا في المغرب ديال الشينوا, وحنا عارفين هاد القضيه هادي. سورتو غادي نلقاو لازير اي راوتر, وكاينين بزاف ديال 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 دوطخ برودوي دو بلوس. الوغ مون بارتنير اللي جا من الهند راه معنا اليوم ان شاء الله, وغادي نمشيو نشوفو دي كليون بور نوتر ماشين اللي غادي تكون هنايا لا فابريكاسيون ديالها. غادي نقول لكم دابا واحد القضيه غادي تعجبكم بزاف, غادي تعجبكم بزاف بزاف بزاف. الوغ غادي تكون الاول مره غيكون اوزين هنايا في المغرب تيدير لا فابريكاسيون ديال لي ماشين سي ان سي, توت تيب دي ماشين. اي دو بلوس غادي تكون واحد القضيه وحده اخرى اللي غادي تكون لا بريفونت, اي دو بلوس لي بيس دو روشونج اللي تنعرفو تنعرفوا بان بزاف ديال الناس كيطلبوهم من على برا وعاد تيكون, دونك سا برون دو طون. وبالنسبه حتى الخدمه كتعطل. دوكو ان شاء الله باذن الله غادي يكون معنا مسيو اختار, مسيو علي اختار جاي من الهند عندنا. هو ديجا عنده اون اوزين دو فابريكاسيون ديال لي ماشين سي ان سي في الهند, وانا تعاملت معاه هذه واحد العامين وانا تنتعامل معاه, والحمد لله قدرنا اننا نجيو لهنايا ونديرو لو برومي با في المغرب باش تكون واحد يكون عندنا واحد المنتوج 100% مغربي. وزائد غادي تكون واحد غادي كنا تكون اون لارج جام اللي غادي نقدموا واحد الخدمات بزاف للناس, منهم لي فورماسيون بوغ لي تكنيسيان اللي تيكونوا خدامين بلي ماشين. وغادي تكون بزاف ديال الحوايج, غيكونوا بزاف ديال الحوايج. دوكو خليكم معنا وغادي يكون ان شاء الله غادي تشوفوا بزاف ديال الحوايج معنا ان شاء الله. ميرسي, اوفوار.